الحمد لله مكرمنا بخاتم النبوة سيد أهل الفتوة عبده المختار محمد بن عبد الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلي يا ربي على البشير النذير، صلي وسلم على عبدك المجتبى المصطفى الهادي إليك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وفي هديه يسير، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلى أهل مجمعنا ومن يسمعنا، وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا دافع البليات، يا كاشف الكروبات، يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، واجعل لنا روابط تقوى بك وبرسولك في صدق معك وإقبال عليك وقبول منك وحسن عمل بشرعك ومنهجك الذي بعثت به خاتم الأنبياء. فتلكم الحلل التي يحل الله بها من أراد أن يعليهم ومن أراد أن يشرفهم شرف الأبد وأن يكرمهم كرامة الأبد. هذا وصفهم وحالهم في خلال هذه الأعمار القصيرة وزمن التكليف المحدود الذي نتائج الوفاء فيه والعمل به نعيم غير منقض ولا محدود، كما أن نتيجة الإخلال فيه بأمر الله تعالى والخيانة لعهد الله عذاب غير محدود. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك برحمتك يا أرحم الراحمين. كل ما يتحصل عليه مما لا يقوي صلة هذا المخلوق بخالقه ورسوله فهو من جملة الهباء المنثور، وقد يكون هو البلاء والزور. فما لم يخالف ويخرج عن المنهج ولكنه منقطع فهو الهباء المنثور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كما قال الله تعالى. وما ناقض وخالف وعاند الوحي فهو البلاء وهو الزور وهو العذاب والعياذ بالله تعالى. ولأجل حتمية النتيجة لهذا ولذا قال لنا صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ما هي إلا نتيجة العمل في هذه الحياة وحال القلب وما يبدو منه من نيات ويحرك فيه هذه الأعضاء. فإن كانت صالحة فالجنة، وما بين المطيع المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت، وما بين العاصي الفاسق وبين النار إلا أن يموت والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا ربي اجعل مآلنا جناتك العلا مع خيار الملا، وارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذه القوة في الصلة بالله وبرسوله من هؤلاء العباد التي يعبر عنها بقرب ومعرفة ومحبة ورضا. فما من صلة بالرحمن إلا وهي منطوية على النصيب من سر القرب أو المعرفة به أو المحبة أو الرضوان. فصلات العباد بالله جل جلاله بها
يدخلون دوائر هذا الإفضال، منهم وفاء بالعهد وتحقيق للعبودية، ومن الرب إفاضة تقريب وإعطاء النصيب من المحبة والمعرفة ونيل ما هو فوق الجميع، رضوان الإله العليم السميع القوي البصير البديع جل جلاله وتعالى في علاه، فيما أشار في قرآن: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومساكين في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ومساكين طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر. بهذه المجالس كما سمعتم امتداد حبال تقوية الصلة بالله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكل عمل صالح وكل إحسان يجري من المؤمن وكل حسنة تجري على يد المؤمن قلبية أو عضوية وما تعدى نفعه للغير كان أجر أكبر وثوابه أعظم وأوفر. فالخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وخير الناس أنفعهم للناس. فنغنم تقوية هذه الصلات برب الأرض والسماوات، ومن ضرورة قوة الصلة بالله أن تقوى الصلة بمصطفى وتمتد إلى جميع أهل حضرة الله، فتقوى صلاتنا بهم كلما قويت صلتنا بالله جل جلاله وتعالى في علاه. ولتلازم الأمر وحتميته قال لنا الحق: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله جل جلاله وتعالى في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ولا أجد ثناء على الصحب الأكرمين ولا تزكية لهم ولا شهادة بفضلهم مثل هذه الآية: فعلم ما في قلوبهم. في وراء هذا شهادة المحيط علم بكل شيء، قال: أنا علمت ما في قلوبهم. من ثاني جي يتكلم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وسمعته في الآية يقول: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، وما رأوا في عالم الحس إلا أنهم أمدوا أيديهم إلى أيدي محمد. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وجعل الله الجزاء العظيم لكل حسنة يعملها المؤمن فتقبل عنده أن تقوى بها صلته بالله. ويتماشى هذا مع زيادة إيمانه، فإن كل حسنة تزيد القلب نور وتقوي الإيمان، كما أن كل سيئة تظلم القلب وتضعف الإيمان. ومن هنا قالوا: المعاصي بريد الكفر، أي رسوله المنبئ بحضوره. فإذا توالت المعاصي على القلب اضمحل نور الإيمان والعياذ بالله تعالى.
قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد نادى منادي أهل المعرفة: ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. وهذا التداعي لطاعته والتحذير من معصيته ركن كبير في الدين، يترتب عليه قوة الصلة بالله ورسوله في عموم المسلمين وخصوص المقبلين والسامعين والمتابعين والحاضرين. بذلك ولذلك عظم فضل هذه المجالس التي تحتوي على التذكير. صاحب هذه الحولية المقبلة عليكم يوم الأحد الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر عليه رحمة الله، أحد أعلام آل بيت النبوة وسرج الأمة في الدلالة على الله والإرث للنبي محمد بن عبد الله، كان يقول متحدثا بفضل الله عليه: ما فعلت مكروها ولا هممت به من قبل البلوغ، من أيام الصغر إلى آخر العمر، ما فعلت مكروه ولا هممت به حفظ من الله لأصفياء وأولياء. يقول عليه الرحمة: مجالس التذكير عديمة النظير، ما لها نظير، فيها من التنوير للسر والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير. فيها من التنوير للسر والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير. فحث عليها وحث على القيام بحقها وأخذ العلم بحقيقته، وقال فيها: العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. ويقول في قصيدة الأخرى: يا تاركا للمدارس مجالس العلم، ليس هذا حسن، مجالس الخير ما تترك وفيها المنان، تغانم العمر من قبل الحنط والكفان، ولا تضيع فقد ضيعت كم من زمان. وذكر في فضائلها، قال: كم في البخاري وفي مسلم وشي في السنان، حضور مجلس علم خير من ألف أن تعودهم أو تشيعهم وأن تركعن. حضور مجلس علم أفضل عند الله من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وتشيع ألف جنازة بحضور مجلس العلم الواحد. فالحمد لله على بقاء هذه الخيرات في أمة خير البريات خاتم النبوة والرسالات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما يحصل فيها من تقوية صلات العباد بإلههم ومولاهم جل جلاله وتعالى في علاه، فيزدادون قياما بحق العبودية وتتولاهم الربوبية، وتظهر العلامات. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا صاحب الفضل تفضل علينا، تفضل على كل حاضر وكل سامع ومشاهد من عندك يا الله بهذا الفضل العظيم، ودخولنا في من تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك في خير ولطف وعافية يا الله يا الله. وهذا الذي حفظه الله حتى من المكروهات، تسمع كلامه في خضوعه وتذلله لله تبارك وتعالى في قوة صلته بهذا الإله. يقول: كل تزود وولى، كل تزود أخذ زاده ولا مشاء وصل. وين جاء بن حسين، يعني نفسه عبد الله بن حسين، وين جاء بن حسين؟ ما شوف شي زاد عنده، وين زادوا فين؟ أظن هلا إذا ولا يقول عها وين. واليوم قد جاك يا مولى الخزين الملين، فقير محتاج خال الجيب والراحتين.
يقول في قصيدته الأخرى: يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله ذلل، لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرام. توفي ولده الحبيب علوي عليه رحمة الله بن عبد الله بن حسين بعد وفاة والده ب11 سنة، وجاء الحفار في المسيل يحفر، وصل نهاية القبر جت المسعة هكذا كشفت الضريح، وإذا بالحبيب كما يوم وضعوه ما مست الأرض منه شيء، وغلب الشوق هذا الحفار حر يملك فن اليد قبلها وردها معه، وأخذ يبني الجدار بعد ذلك كل ما بناء انهدم بينه وبين قبر ولده الذي قبر بجانبه. كان ورده من لا إله إلا الله كل يوم 25,000، يا الله يا الله 25,000، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 25,000، وكان يقرأ 10 أجزاء في قيام الليل و10 أجزاء في صلاة الضحى، ويقول: يا ربي ما معنا عمل كسبنا كله زلل، لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة، يا ربي كن لي يا معين إذا رشا عظم الجبين، واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة. فالله يبارك في أعمارنا، جعل لنا في هذه الأعمار القصيرة قوة صلة بالعلي الكبير العزيز الغفور. يا رب قوي صلاتنا بك وبرسولك حتى نبيت ليلتنا ونصبح ثم نحيا ونموت وأنت ورسولك حبلينا مما سواكما. يا الله أكرمنا بهذا العطاء واغفر لنا جميع الذنوب والخطا، وثبتنا على خير الخطى في اتباع نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مسرعين معجلين غير بطاء، واكشف عن قلوبنا الغشاء والغطاء، وكن لنا بما أنت أهله ها هنا وهناك يا ملك الأملاك. يا الله يا الله انظر اللهم إلى المجاهدين في سبيلك والمعتدى عليهم من أهل ملة نبيك، وقوي صلات قلوبهم بك في كل لمحة ونفس حتى يخلصوا فيما يقومون به، وحتى يثابون في كل ما ينازلهم، وحتى يعتلي قدرهم دنيا وآخرة، وحتى يرد كيد عدوهم في نحر عدوهم. يا قوي يا متين، وانظر إلى أهل التعليم وأهل الدعوة من المسلمين، وخلص قلوبهم من الالتفات إلى ما سواك الذي أوجب ضعف الصلة بك، وقوي صلاتهم بك حتى يخلصوا فيما يقولون ويخلصوا فيما يعملون. يا حي يا قيوم، وانظر إلى رجالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا وأولاة الأمور والرعايا، وأصلح قلوبهم وقوي صلاتهم بك يا الله، فإن عدوك يبث ومعه الألوف المؤلفة من جنده من الإنس والجن، ما يقطع الصلة بك في الأقوال والأفعال والأفكار. اللهم رد كيد عدوك عنا وعن المسلمين، يا من يحق الحق ويبطل الباطل ويقطع دابر الكافرين، أحق الحق وأبطل الباطل واقطع دابر الكافرين. يا الله يا الله، وما أبقيت لنا ومكنتنا منه من هذه الصلات ومعانيها وأسبابها ووسائلها، فبارك لنا وللأمة فيه، فبارك لنا وللأمة فيه، يا من نطلبه ونرتجيه، يا من نخشاه ونرتضيه، يا من هو الإله الذي لا إله سواه، والرب الذي لا رب لنا عداه. يا الله يا الله، بضعف صلات القلوب بك خذل مسلمون كثيرون وشبه عليهم ولبس،
وصدقوا الكذوب وصدقوا القشاش وصدقوا المكار الخداع. اللهم فتداركنا والأمة، وخص قلب في الحاضرين والسامعين والمشاهدين، خص كل قلب من هذه القلوب بقوة صلة بك يا علام الغيوب، ترسخ بها أقدامنا في تحقيق العبودية، وتتولانا بها بربوبيتك يا ذا العطايا السنية يا الله. وامدد ذلك في قلوب من في ديارنا ومنازلنا وجوارنا وقراباتنا وأهل بلداننا والمسلمين في المشارق والمغارب يا الله. وعرفنا فضلك علينا، وعرفنا نعمتك علينا، وعرفنا منتك علينا، حتى نقوم بحق الشكر لك وتزيدنا كما أنت أهله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. انفعنا بما أسمعتنا وبما جمعتنا، واجعل حظ كل واحد منا وافرا وكبيرا من سر قوة الصلة بك، واجعلها تقوى على مدى الأنفاس والساعات، حتى لا يموت الواحد منا إلا وهو على أقوى الصلة بك معرفة وقربا ومحبة ورضا، يحب لقاءك وأنت تحب لقاءه يا كريم يا كريم. حقق لنا ما رجونا، وأنجز لنا ما سألنا، وزدنا من فضلك ما أنت أهله في حسنا ومعنانا وظواهرنا وخفايانا يا مجيب الدعوات يا الله يا الله يا الله. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي